إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك آداب خاصة بالنساء في المسجد الحرام؟ الجواب نعم، هناك آداب خاصة بك أيته الأخت المسلمة إذا زرت بيت الله الحرام، حاجة أو معتمرة أو زائرة في بيت الله الحرام. من أهم هذه الآداب الحرص على الحجاب الشرعي، أيضا ألا تتعطر المرأة، وورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أخذت بخور ألا تشهد المسجد، وتحرص المرأة أيضا على عدم رفع الصوت في داخل بيت الله الحرام، وأن تعرف عن طريق زوجها أو من يصاحبها ولي أمرها وحتى المسؤولين داخل الحرم بمعرفة الأماكن الخاصة بصلاة النساء، فلتحرص على الجلوس مع أخواتها المسلمات وتدخل السرور إلى أخواتها المسلمات بإحضار بعض الهدايا أو بعض التمر أو القهوة لتوزيعها على ضيفات الرحمن في بلد الله الحرام. ومعرفة الأماكن أمر هام، حتى إذا حضرت الصلاة تتجه الأخت المسلمة وألا تزاحم الرجال في وسط الصفوف. أيضا ألا تزاحمي في الصلاة 5 فروض في المسجد الحرام، فاسمعي هذا الحديث من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أم حميد الساعدية زوجة أبي حميد الساعدي، قالت يا رسول الله أحب أن أصلي خلفك. وتصلي خلف من؟ خلف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال قد علمت، فزكاها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبرها في حديث طويل أن صلاتها في سكنها وفي حجرتها وفي غرفتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وخلف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت أي أخت المسلمة صلي في مقر سكنك إذا حضرت الحج أو العمرة أو للزيارة، وهذا لا يعني أنك لا تصلي في الحرم، صلي بعض الفروض. وأما أن تزاحمي في 5 صلوات وقد رخص لك الله عز وجل بل ضاعف لك الأجر في مقر سكنك، فهذا لا يليق بالأخت المسلمة. تصلي معظم الفروض في مقر السكن، وعندما يتيسر أمر ممكن أن تصلي في المسجد الحرام. ونحرص أيضا على الاهتمام بنظافة الحرم، فقد أوضح لي بعض الإخوة المسؤولين في الحرم أن الأماكن اللي فيها النساء يكون يعني نسبة النفايات كبيرة جدا، فلتحرص الأخت المسلمة على تطهير هذا البيت والمحافظة على نظافته. أيضا المحافظة على الأولاد، إذا كان لديك أولاد يعني معك تصطحبيهم تعلميهم آداب الحرم وأن به قطعة من الجنة وأن به الكعبة المشرفة، فيعظم بيت الله عز وجل ولا يكثر من اللعب داخل الحرم. وأيضا نحرص على خاصة الأطفال الصغار على مراعاتهم أثناء الصلاة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المعظمين لبيت الله الحرام وأن يرزقنا صلاة فيه، والله أعلم أحكم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم. ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم، وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع